حديث بأيام هذه، وهالدكاترة مضربين عن الطعام. بل الأزيد من هذا أن هالدكاترة هادو ممتنعين حاليا، خاصة الذكور منهم، حتى أنهم يمشيوا للمستشفيات، ما بقاوش ولاو رافضين السيروم، ولاو رافضين أي حل من غير أنهم يتحاور معهم. لأن اليوم هالدكاترة هادو ماشي جايين غير هما، بالعكس جايين هما وعائلاتهم، عائلاتهم كل واحد فيهم مخلي عائلة مراه كتبكي. اليوم هو اليوم السابع، اليوم السابع من المعاناة ديال الدكاترة، اليوم السابع، وكل نهار كنقلوا حالات حرجة. ما بقاش عندنا الجهد، بالعكس ان الدموع ديالنا نشفوا يوميا، جنازات كتخرج من هنا يوميا، معاناة ديال كل دكتور على حدة. دكاترة اليوم في حالة صعبة، بالعكس واللي اكثر من هذا الشيء هذا ان هالدكاتره هادو ما بقاوش قادين حتى انهم يزيدوا يصبروا، لان ما بقاش شي حل. الدل وحسينا به، الحقره وحسينا به، المعاناه وحسينا بها، التكرفيص وحسينا به، كلينا العصا في الرباط، قاتلنا، صبرنا، كنمشيو كل سيمانه عندنا 3 ايام وقفات احتجاجيه اننا نناضلوا، ولا مسؤول ما التفت لينا. حاليا يلا تنقلات واحد الدكتوره في حاله صعبه، كنشوفوا دي شوت ديال الطونسيون الناس، وكيف ما كتعرفوا بان هاد الناس هادو ما بقاوش قادرين حتى انهم يتكلموا، ما بقاوش قادرين. اليوم السابع، السيده اللي مشات الصباح تيقولوا بان العروق ديالها نشفات، رحنا في وضعيه حرجه، لان هاد الشيء هذا غادي وكيتزاد، غادي وكيتاغرافا. كنطلب من الشعب المغربي انه يعاوننا، لان حنا جينا اليوم كندوا ماشي غير بالصوت ديالنا، بالصوت ديال الدكاتره ديال المغرب كامل. كنلقاو بزاف ديال التعليقات من بعد التصريحات ديالنا بان هاد الناس هادو ما خصهمش يفقدوا الامل، ورا فقدناه في هاد البلاد. شكون هاد الدكتور هذا اللي غتمشي عنده غتقول له خرج من هنا؟ حتى واحد ما غيبغي يخرج، لان اصلا واخا غيخرج فين غيمشي؟ لربما الناس ما حاسينش بهاد المعاناه، راه كاين فينا اللي ما عندوش باش واخا يخرج من هنا، ما عندوش باش يوصل لدارهم اصلا. اذا اللهم يموت وديه في كفن، حل الاقل الدوله غتكلف به الدفنه. حنا اليوم في اليوم السابع على التوالي، وهاد الناس كتموت بجوع، الوضع هو امامكم. هاد الناس كتنتظر نهايه الحياه ديالها، وللاسف الشديد كنا كننتظروا على ان على الاقل حنا في الدوله، حنا نؤمن بان البلد هو بلد ديمقراطيه وبلد، لكن الان كنشوفوا الديمقراطيه هي شعارات. واش بلد ديمقراطي والناس كتموت؟ اليس من العيب والعار على المسؤولين ديالنا انهم ياخذوا بعين الاعتبار على الاقل هاد الحاله ديال هاد الناس؟ عندنا يوميا حالات جد حرجه، 8 الحالات لحد الان اللي مشاو المستشفيات، منهم حالتين مشاو ورجعوا، والوضع ديالهم حسب التصاريح ديال الاشخاص ديال المسؤولين الطبيين لان الوضع اصبح جد حرج. بمعنى حنا الشعار اللي رفعناه لهذه المعركه وهو اما الكرامه او الاستشهاد، وفعلا الان الاستشهاد اصبح طارئ، واصبحنا كنشوفوه امامنا، لان الحاله اللي خدينا الصباح توقعنا انها ممكن تكون حاله استشهاد. فالمناشده ديالنا للناس المسؤولين على البلاد، واش ما عندهم شويه ديال الضمير يشوفوا به هاد الناس؟ الحال الان الوضع تطور اكثر من اننا خدينا معركه وقسمنا ووعدنا العائلات يا اما الاستشهاد يا اما الممات. الان اصبح عندنا حالات ديال العائلات هنا، الوضع تطور ولا اكثر، بمعنى ان الوضع الدوله خاصها تاخذ بعين الاعتبار في اسرع وقت حل، والحل راه بسيط، راه الناس راه تيطالبوا غير بالتشغيل. حنا لا نطالب باي شيء الا ضمان الكرامه، وهل يعقل ان انسان بلا شغل نقولوا عنده كرامه؟ مستحيل. فاذا هاد الناس محتاجين اللي يوقف معاهم، محتاجين الجميع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.